اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم، واحد من العناصر المميزه اللي احنا ان شاء الله بنراهن عليها يكون لعيب في النادي الاهلي في الدرجه الاولى، احمد خالد كباكا. نورنا كباكا. منور يا كابتن، مبسوط جدا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. قول لي بس اسم الشهره كباكا ولا اسمك فيه كباكا؟ لا اسم الشهره، انا اسمي احمد خالد جمعه عادي. طب ايه كباكا جت منين بقى؟ صاحب بابايا طلع عليا اسم كباكا، يعني شهره عشان يكون مختلف يعني وسط زمايلي يعني. ده كان عندك كام سنه وقتها؟ لا كنت صغير جدا، اول ما رحت خالص قبل حتى ما اروح المقاولين. اه بس عايزين نتكلم بقى عن بداياتك. بدايات ابتديت فين؟ ابتديت الاول في اكاديميه وادي دجله، اه بعدها رحت كابتن جمال السايك، كان عندنا ماتش ودي مع نادي الشمس في ساعه اكاديميه وادي دجله، فشافني كان عاوز يوديني امبي، اه فرحت اختبارات امبي كذا يوم، بعدها كابتن سعيد الشيشين كلمني، كلم بابايا يعني، انك وبعد تروح المقاولين. اروح المقاولين، فانا قعدت اروح كان عندك كام سنه وقتها؟ يعني خلاص داخل على 5 سنين يعني. 5 سنين. انت لسه صغير قوي. بعدها قال لي لا تروح امبي يعني، ولا تفضل تروح المقاولين العرب، فانا رحت بقى حبيت المقاولين العرب اكتر من امبي. كان امبي ساعتها لسه ما كونوش الفرق، كانت الفرق كلها مع بعض، فكان في ناس كبيره كده، فانا حبيت اروح المقاولين بس بقى، ورحت بقى المقاولين. طب ورحت وادي دجله ازاي بقى؟ جت الخطوه بتاعت دجله ازاي؟ ساعتها كان في كابتن يونس اللي هو دلوقتي ماسك منتخب جزر القمر، كان مغربي فرنس، فكان بيكون فرقه يعني من اللي هو الموهوبين في قطاعات الناشئين، فكلمه مقاولين وبعته فاكسات، وبعدها دفعوا فلوس، وبعدها رحت رحت من وادي دجله. المقاولين لوادي دجله. قعدت كام سنه في دجله؟ يعني 6 سنين. ما شاء الله مرنت مع مدربين كتير في وادي دجله. ابرزهم يعني هو كابتن يونس، كابتن بركات علام طبعا خيره عليا، هو يعني اللي علمني الكوره الاسكان والحاجات الكوره الحديثه يعني، وكابتن محمد رجب، وكابتن علاء طبعا برضو مع 2005. كانت على عبده. لما كنت بنزل 2005 كان هو اللي بيدربنا. جت منين بقى الفكره وانت بتلعب في 2005 في وادي دجله وبدات تسمع وبدات العيون تروح لكباكا علشان تروح النادي الاهلي؟ هو الاول خالص اللي انا كنت بلعب في 2003، مش بلعب في 2005 خالص، كنت بلعب 2003 وبعد 2000 متصعد ل 2003 في دجله. هي انا رحت خالص الاول 2003، ما كنتش بلعب خالص 2005، لعبت في 2003 فتره كذا سنه، وبعدها 3 2001 لعبت السنه الاولى، وبعدها في اخر السنه كانت وادي دجله 2005 بتنافس على البطوله مع الاهلي والاتحاد، فساعتها نزلت بقى لعبت في كملت 2005 مع 2005. بقى الموسم بعد ما دوري 2001 خلص. فمن هنا بدأت الناس تتابعك بقى. فبقى كابتن خالد بيبو طبعا بوجهله الشكر ان هو يعني كان ابرز حاجه يعني، السبب ان انا اروح النادي الاهلي، هو كابتن وليد سليمان طبعا، احب اشكرهم جدا. طب ما تقول لنا ايه اللي حصل؟ التفاصيل جت ازاي؟ هو كابتن امير توفيق تواصل الاول مع بابايا، قال له انت يعني مع باباك مباشره. على استعداد ان انت تيجي النادي الاهلي، فبابايا قال له طبعا ما فيش حد يقول للنادي الاهلي لا. حلو. فبعدها بس قال له اللي هو يعني خلص الدنيا مع مستر ماجد سامي فؤاد رئيس دجله، النادي. رئيس النادي. فبعديها بقى كابتن امير توفيق كلم كابتن خالد بيبو، وبعدها راحوا بقى بعتوا فاكسات هم بينهم من وادي دجله، بس الحمد لله تم يعني في الاخر. باباك قال اول ما سمع مين ما يتمناش الاهلي، انت بقى كان شعورك ايه ده وقتها بقى؟ ما يتوصفش يعني ان انت كنت تكون سعيد. طبعا ان انت النادي الاهلي يكون عاوزك، ان انت تكون مرغوب فيك من طبعا اكبر نادي في مصر يعني، اكبر نادي في افريقيا، فدي حاجه طبعا عظيمه يعني. كويس، قول لي بقى مركزك عشان برضو الناس اللي بتتفرج على احمد خالد كباكا، واحد من كان المباراه الاخيره الوديه امام الدفاع الجوي شاركت فيها، طلعت مره مع الدرجه الاولى، المركز بتاعك اللي انت بتحب تبقى متواجد فيه؟ انا بلعب 6 و8 و10، بس المركز الاساسي خالص 8 يعني. 8 ده خط وسط زي عمرو السوليه كده. و6 بنتكلم زي مروان عطيه. مروان عطيه واليو ديانج بيلعبها. و8 عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين معانا المراكز 6 و8 زي عمرو السوليه. و10 بنتكلم زي قفشه، يعني تلعب الثلاث مراكز دول. بس هو يعني في 2005 مثلا بلعب 6 على طول اغلبيه الوقت، وفي ساعات في وسط الماتش كابتن علي يوديني 8، لكن في 2003 مع كابتن محمد شرف كان بلعب على طول 8 يعني. طب المركز اللي انت بقى بتحبه او بتوجد فيه او بتتمنى المدرب دايما يحطك في المركز ده؟ هو طبعا اي حاجه الكابتن يقول عليها هنفذها، بس انا اكتر عارف مركز اكيد، اي لو قالك العب باك رايت هتلعب باك رايت، مفيش مشكله. اكتر مركز 8 يعني. ده اكتر مركز انت بتحب تلعبه. اول ما جيت مع الاهلي ما شاء الله صعدت، يعني الحمد لله. ابتديت مع 2005
بتلعب مع 2003 دلوقتي برضو واحد من العناصر الاساسيه. كنا زعنا مباراه هنا كانت الاهلي امام زد صح؟ انت عملت جول حلو كده لرأفت خليل بوش رجلك الخارجي. هو ده كان خلاص اخر ماتش في الموسم يعني، كان قبليه ماتش الزمالك اللي هو ماتش حسم الدوري في ماتش حسم الدوري في 100 عقبه، خلص 2-1 الحمد لله جبت الجول الثاني. ده ماتش الزمالك. ده كان مع 2003. طب ما تعرضوا لنا الاهداف دي يا شباب جوه في الاعداد. طب جهزوها دلوقتي هتكون موجوده معانا. وبعدها بقى جه ماتش زد يعني، فرأفت خليل كان، فانا يعني حافظ يعني عارف تحركات رأفت خليل، فالحمد لله لعبت له الكوره يعني هو عافر عليها يعني، هو اللي احيا الاسيست يعني. كنا عاملين استوديو تحليل هنا، كان معانا الدكتور احمد ثابت والكابتن محمد حشيش، وعلقوا على الاسيست اللي انت عملته بوش رجلك الخارجي، كانت حلوه قوي. الحمد لله. حاجات كابتن ابو تريكه يعني متعلم منه كابتن حسام غالي وكده. كويس. قول لي مين اللي معانا بعض الصور هنا. دي مع فريق 2003 صح؟ دي فريق 2003. مين اللي استقبلك اول ما جيت بقى النادي الاهلي؟ اول ما جيت النادي الاهلي مين اللي استقبلك من اللعيبه؟ اللعيبه كلهم طبعا رحبوا بيه عشان هو كنا منتخب القاهره مع بعض. فيعني معظم اللعيبه كان اللي هو الاهلي واحنا في دجله، فيعني كان كلهم عارفين يعني، فكان عادي اكن عادي تمرين في المنتخب القاهره عادي، مش حاجه يعني جديده. اللعيبه كلها اصحابك ما حسيتش انك انت بعيد لا عنهم؟ خالص. كانوا لا قاعدين يعني كلهم عارفهم واصحابي يعني. انت جيت دخلت النادي الاهلي في انتقالات يناير اللي فاتت صح؟ كان اول يوم تدريب ليا 1-2. انت حافظ اليوم؟ طب كويس، ما تقدرش تنسى انت اليوم ده. لا 1-2 يعني. انت بتتكلم، احنا بنتكلم في كام شهر دلوقتي؟ يعني بتتكلم في 5 شهور مثلا. 5 شهور. في ال5 شهور دول يا كباكا، يعني قول لي الحاجه اللي انت اتعلمتها في ال5 شهور، ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها في النادي الاهلي. طبعا بره الملعب الالتزام كويس، اللبس كل حاجه اللي انت بتيجي في ميعادك. ده الحاجات دي بيدققوا عليها. طبعا. طبعا لو انت تكون اهم حاجه باللعيب برضو مش جوه الملعب بس، تكون كويس. على خلق عاليه يعني وكده. حلو. طبعا جوه الملعب بقى الروح، طبعا انت بتلعب باسم النادي الاهلي، ما ينفعش مفيش حاجه اسمها تعادل يعني. تعادل بالنسبه لنا بتكون هزيمه. بس فبتكون بقى بتلعب براحه عاليه جدا. وبقى طبعا غير الشغل الفني يعني. انت في الفتره القصيره دي اتمرنت مع كابتن محمد شرف صح؟ كابتن علاء وكابتن محمد شرف. كابتن علاء انت عارف كابتن علاء من زمان، من وادي دجله. وادي دجله ومنتخب. ومنتخب. وكابتن محمد شرف، ابرز الحاجات اللي اتعلمتها بقى من كابتن محمد شرف. كابتن محمد شرف طبعا بره الملعب الاحترام حاجه يعني، محترم. كابتن محمد شرف محترم جدا. بيقول للاعيب يعني اللي انت العب ما تخافش، حتى مثلا لو غلطت اهم حاجه يعني تصحح، ما تقفش عندها. ثقة يعني في الملعب. ما تقفش عندها وروح وصحح خطأ، روح اضغط كده لو اتقطعت منك عادي يعني. مفيش لعيب ما بيغلطش، مفيش انسان عامه ما بيغلطش يعني. طبعا غير الحاجات الفنيه كابتن محمد شرف عالي فيها قوي يعني ما شاء الله. اللي طلعت اتمرنت مع الدرجه الاولى صح؟ تقسيم. كانت تقسيمه واحده بس، تمرينه واحده. كان كولر موجود فيها ولا؟ ايوه كان موجود. كان لما طلعت بقى شفت الاجواء ازاي في الدرجه الاولى؟ بصراحه كلهم استقبلونا كويس قوي يعني. كابتن سعد. مين اللعيبه الكبيره اللي استقبلتكم وقتها؟ كلهم بصراحه. كابتن محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، كابتن ياسر ابراهيم، شوبير، كلهم يعني. كلهم استقبلونا كويس جدا، مش عايز انسى حد يعني. بس كابتن سامي قمصان طبعا، وكابتن سعد عبد الحفيظ جالنا الاوضه سلم علينا وشجعنا. كلهم يعني قعدوا يقولوا لنا العبوا ملعبكم، محدش يخاف، احنا هنساعدكم في الملعب وكده. تبقى الحاجات دي مهمه في اول تمرينه، تبقى طبعا اول تمرينه طبعا. انت الليله اللي قبل التمرين وانت نايم كده، ده انا بكره عندي تمرين وفي ملعب مختار التتش ومع الدرجه الاولى، دماغك راحت ليه وقتها؟ ايوه طبعا. بتلعب مع ابطال افريقيا اللي انت نفسك كان حلمك اللي انت تتفرج عليهم في التلفزيون، انت تكون بتلعب معاهم في الملعب، ده حاجه صعبه جدا. بس هم يعني ساعتها سهلوا الدنيا علينا، اللي هم استقبلونا حلو جدا بصراحه. ويعني حسسونا اللي احنا منهم يعني. ما حسيتش ان الامور فيها صعوبه؟ لا خالص، دخلت على طول وسط الفرقه. اه مين اللي دمه خفيف بقى من اللعيبه اللي كان يعني بيهزر وكان بيكسر روح الايه يعني التنشانه شويه؟ قفشه. قفشه. قفشه وكهربا. كهربا هو اللي كان بيكلمكم على طول بصفه مستمره. اه طب قول لي بقى، انت شايف ازاي النادي الاهلي بعد بطوله افريقيا؟ كانت بطوله صعبه، كان فيها محطات صعبه، بتخسر من صن داونز، بترجع تاني للبطوله، ربنا بيكرمك بعد مباراة الهلال وصن داونز وترجع تتجدد امالك تاني، تبقى الفرصة في ايدك. بعد كده بتقابل الرجاء المغربي، بتعمل نتيجة كويسة، وكنت قبلها بتكسب الهلال على ملعبك، مباراة الترجي بتكسب بره وجوه،
والمباراه النهائيه امام الوداد، شفت بطوله افريقيا وصعوبتها ازاي؟ هي احلى حاجه فيها اللي هو الدنيا كانت الاول في الاول صعبه جدا، وده اكتر حاجه كانت مخليه الناس كلها فرحانه بعد بعد البطوله، يعني اللي هو ساعه قطر الطار وضربه الجزاء اكيد كل الناس كان ساعتها قلبها خلاص هتقف يعني، بس الحمد لله يعني قدرنا ناخد البطوله يعني. حتى بعد مباراه الوداد لما هنا كسبنا احنا 2-1 وكانت الناس متشائمه شويه، ورحنا هناك وجابوا جون فينا جون في اول المباراه وقدرنا نرجع تاني، كان عندك امل او عندك شك ان ممكن الاهلي يخسر البطوله، ولا كان عندك ثقه في اللعيبه؟ لا بالعكس، في بعد ما جبنا الجون عبد المنعم حسينا ان احنا كان اساسا الاهلي كان ممكن يجيب اكتر من 3 اجوان كمان يعني، هم بس كان الضغط الجماهيري، بس في الملعب يعني جوه الملعب كان الاهلي احسن اظن الشوط الثاني. الشوط الثاني ضغط جامد جدا هناك من الجماهير، بتبقى في مباراه الوداد في ملعب محمد الخامس. قابلت الاجواء دي قبل كده كباكا؟ لا اكيد اكيد لا، ده هو ناس يعني لما بتيجي تتفرج ماتش، طبعا الاهلي والزمالك اللي هي بتبقى في الناشئين بيبقى ليها اكبر يعني عدد جماهيري، انت بس طبعا طيب مش بتكمل. اول مباراه تلعبها اهلي وزمالك كانت في 100 عقبه صح؟ 2005. طيب يا شباب اعرضوا لنا هدف كباكا، عندكم جاهز ولا لسه؟ هيجهز؟ طيب ماشي، بيجهزوه دلوقتي، انا بس بصحصحهم معانا شويه. قول لي بقى اول مباراه اهلي وزمالك، ومش مش في مش في عندنا في مدينه نصر في النادي الاهلي، لا ده انت رايح الزمالك بقى، ومباراه اول مره تلعب الزمالك الماتشين هناك، الماتشين اتلعبوا هناك؟ ماتش 2005 وماتش 2003. الماتشين عملنا كسبنا 2005 2-1. معانا الهدف ده، الهدف اللي معانا هو ده، ماتش 2003 اللي حسمنا بيه الدوري الحمد لله. ده اللي انتوا خدتوا فيه الدوري؟ الحمد لله. ده انت الهدف اللي انت جبته بقى، احكي لنا بقى الهدف جه ازاي. الكره اوت ف اتعملت عاليه من زعلوق، رجعها لورا براسه، فمحمد وائل في ناديت عليه يعني، فهو على طول بياخد الزاويه البعيده، فراح لعبها لي لتحت وانا بقى شطها بالشمال. مهاره التسديد مهمه للاعب نص الملعب. طبعا. بص هنا معانا الهدف، انت شطها بشمالك ولا يمينك؟ لا شمال. شمالك. وانت لعيب ايمن اصلا. طيب كويس انك انت يعني بتشغل رجليك الاثنين، دي حاجه كويسه. ايوه طبعا. اهم حاجه في اللعيب يعني، عشان انت بتقابلك اي ظروف في الملعب فلازم تتصرف عليها يعني. بتتمرنوا على مهاره التسديد دي على طول يا كباكا؟ طبعا، حتى من واحنا صغيرين في وادي دجله في المقاولين، حتى هنا في الاهلي طبعا الفينش على الجون، عشان احنا طبعا الفرقه على طول بتيجي متكتله ورا، فبنبقى عاوزين نخترقهم يعني، فالفينش على طول بيبقى جزء من التمارين يعني. حتى في المباراه الوديه اللي كانت في الدفاع امام الدفاع الجوي، فاكر المباراه دي؟ طبعا. الشوط الاولاني ابرز حاجه عملتها كنت دايما بتسدد، تعدي من بره 18 وتسدد. كورتين. كانت مباراه حلوه دي برضو. طبعا كانت مباراه حلوه والاجواء كانت حلوه، الملعب كان جميل جدا، الجو كان حر يعني، بس الجو بس الملعب كان جميل. واحنا كنا اظن احنا كنا احسن يعني، بس كنا بنلعب كورتنا بنبتدي من تحت، وكان كابتن شرف يعني كان بيحاول معانا يطبق حاجه جديده في طريقه اللعب في الشغل في الماتش. بس يعني فهو بقى هي بتخلق بباص، فانت خلاص بقى قدام ال 18، يا اما هتعمل اسيست ثرو باص اللي قدام احمد اشرف ولا زعلوق ولا ميدو، او تشوت يعني. معانا هنا بعض اللقطات من مباراه الدفاع، باين عليك باين عليك هادي معانا، لكن في الملعب ما بتبقاش هادي كده. ايه لا طبعا. دي كنتوا عارفين طبعا المباراه مذاعه على قناه الاهلي. طبعا. وكابتن خطيب طبعا كان موجود، كابتن سامي قمصان ده. طب قول لي بقى النهارده يعني كابتن محمود الخطيب وكان راجع من نهائي افريقيا، بعد المباراه دي كانت بعد نهائي افريقيا بكام يوم صح؟ يعني بكام يوم، حاجه بسيطه يعني، حرص الكابتن محمود الخطيب وهو متواجد مع الفريق الاول في المغرب، برضه حرصه انه يكون متواجد مع الناشئين في مباراه يعني تكريم للدفاع الجوي في يوم الدفاع الجوي، يكون متواجد معاك، شعوركم انتوا كلاعيبه يعني واحد بحجم كابتن محمود الخطيب ونجوميه كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي؟ طبعا حسنا كنا سعداء جدا، وبرضه حسنا بالخط يعني، لو اسطوره زي كابتن محمود الخطيب يكون موجود في الملعب ده بيحط ضغط وبيتفرج علينا، ضغط كبير علينا يعني، بس وبرضه هو نزل سلم علينا وشجعنا. سلم عليكم في الملعب. وشجعنا. برضه كابتن سامي قمصان دخل لنا اوضه اللبس وقال لنا ربنا معاكم يعني وركزوا كده، وشجعنا برضه. بس يعني لما بتلاقي ان المسؤولين قريبين منكم، النهارده رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، بتلاقي كمان الاجهزه الفنيه كولر لما بينزل قطاع الناشئين ويتفرج على المباريات بتاعتكم، كابتن سامي وصام موجود، الكابتن سيد عبد الحفيظ، لما بتلاقوا الدعم والمسانده دي احساسكم انتوا كلاعيبه؟ بتحس يعني اللي هو انت لازم تعمل اقصى جهد عندك، اللي انت الدنيا قريبه يعني مش بعيده. ايوه دي نقطه مهمه، الدنيا مش بعيده، احنا انت ممكن
في ثانيه تلاقي نفسك في الدرجه الاولى وبتلعب. اللي هو بنحس خلاص اللي هو انت يعني اساطير زي دول بييجوا يتفرجوا علينا، كابتن برضه كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان على طول بيبقوا معانا في كل الماتشات بره ولا جوه. فطبعا دي بتبقى حاطط علينا ضغط، بس برضه اللي هو انت بتحس ان انت لازم تطلع اقصى جهد عندك 100% او برضه اكتر كمان 200% عشان انت يعني توريهم نفسك عشان انت ان شاء الله تطلع درجه اولى يعني. الحاجه الثانيه لما ذعنا هنا مباراه على قناه الاهلي وكنا بنعمل استوديو تحليلي وبيكون موجود معايا الكباتن الدكتور احمد ثابت وكابتن محمد عشيش وبنعمل استوديو تحليلي، برضو شعوركم وانتوا لما بتلاقي مباراه الناشئين بتتذاع على قناه النادي الاهلي واستوديو تحليلي وكاميرات والموضوع كبير يعني؟ طبعا الموضوع بيبقى كبير، بس بنحس ان احنا الناس برضو ده بتبقى رساله للناس تتفرج علينا. ايوه بيبقى بوابه اللي هو انت الجمهور يعرفك اللي بيحب يتابع طبعا. بس فانت برضه بتحاول تبذل بتحملكم مسؤوليه. بتحاول تبذل اقصى جهد عشان الناس يعني بتتعرف عليك، بتعرف مين مثلا مين اللي يبقى ليه في المستقبل ان هو كويس يشيل يعني اسم النادي الاهلي. بس مين بيعجبك من لعيبه الدرجه الاولى بقى في نص الملعب؟ خلينا نروح بقى لمركزك، ومين اللعيبه اللي بيعجبك وانت بتتعلم منهم؟ كلهم بصراحه، بس كابتن عمرو الصليعي عشان من زمان شويه، ففتره كبيره يعني ما شاء الله عليه مستمر بنفس المستوى يعني. عمرو السلايف عشان بيلعب مركز 8 زيك يعني؟ مستمر ما شاء الله عليه نفس المستوى بقى له فتره، الاستمراريه عنده كبيره قوي. طب شايف واحد زي ديانج مثلا ازاي في نص الملعب؟ كميات جري كبيره وروح عاليه. وحش. واحد زي مثلا مروان عطيه يعني لسه داخل قريب الفرقه ما شاء الله حجز مكانه وبقى من الاساسيين. هو اللعيب الكويس بيفرض نفسه في اي وقت يعني. جاي جديد بقى، جاي بقى له فتره في النادي ناشئين. هو انت ما دام لعيب كويس وعندك ثقه بنفسك وثقه في ربنا سبحانه وتعالى، فخلاص يعني بيبقى عندك قدره تحمل وان انت ثقه في نفسك من الجماهير والضغط الجماهيري طبعا، فخلاص بتثبت نفسك يعني وبتشارك بصفه اساسيه. كويس. طب واحد زي علي معلول مش في مركزك، بس شاف ثباته في المستوى اداؤه. دايما بنقول ان اللعيب اللي خارج من قطاع الناشئين مثلا صغير بيبقى ابن النادي، لكن شاف علي معلول بعطائه بادائه بمستواه بروحه كل الكلام ده، شاف علي معلول ازاي؟ اعتبر طبعا كابتن علي معلول يعني اكنه من ناشئ من ناشئين الاهلي، بل اكتر كمان يعني، هو اكنه متربي جوه النادي الاهلي ما شاء الله عليه. استمراريه في الاداء، اسيستات، اجوان، اهم مفتاح يعني للنادي الاهلي. حلو. على مر السنين. تعالى بص بقى محضرين لك دلوقتي بقى لمساتك ولقطاتك، قول لنا بقى. لا عدوا لنا كده تاني، ده كان في مباراه الدفاع الجوي. ده اللي معاك كوره هنا بقى وانت بتقطع الكوره، ده الجول، ده الهدف. ده الهدف. طيب يعني الهدف ابتدى هنا من عند احمد خالد كواكا. دورك الدفاع انك بترجع تأدي دورك الدفاع في نص الملعب. طبعا هو اهم حاجه الدور الدفاعي، وانت الزياده الهجوميه دي بتبقى طبعا ميزه من عند ربنا، بس انت اهم حاجه تكون ان انت مأمن ورا. حلو قوي. الدفاع هنا تحرك ميدو اسامه ده صح؟ حط هدف حلو طبعا. هو اللي حل الاسيست يعني، هو اللي ظهر الاسيست جون يعني من زاويه ميته. بس الباص برضو انك انت بص، انا بعتبر الهدف من هنا القطعه يعني، القطعه برضو من هنا انت بتبدا الهجمه او تعمل هجمه مرتده. التحركات انت هنا لما بصيت اتحركت بدون كوره. هو ميدو اسامه دخل في نص الملعب وانا رحت مكانه على الوينج. بس فدي يا كابتن شرف على طول بنعملها يعني. يعني انتوا بتعملوها في التمرين دي؟ اللي هو اسلام طلع، كان طالع من ورايا اللي هو الباك، وانا طلعت برضو على الطرف، وميدو سما دخل في نص الملعب. هو جنب ميدو نبيل دلوقتي. فاهمك، انا حاسس ان ميدو سما على طول فاهمك في المباريات، بيسجل على طول الدويتو بتاعي. بتصنعه له انت اهداف كتير. هو ما شاء الله عليه لعيب كبير يعني. انت هنا اول ما استلمت رفعت عينك على طول، ما حطيتش، ده انت عامل كمان الباص بوش رجلك. هم يعني حبيت عشان هم كلهم كانوا متوقعين ان انا باص الاسلام على الطرف عشان كان طالع من الاوفرلاب من ورايا. فيعني كان ميدو اقرب للجون يعني. لهدف من الاهداف الحلوه والملعوبه. الحاجه الثانيه لما بتشوف يا كباكا لعيبه من قطاع الناشئين بتتصعد وبتلعب مع الدرجه الاولى، يعني شفنا مصطفى شوبير متواجد مع الدرجة الأولى، شفنا محمد أشرف، شفنا رأفت خليل. لما بتشوف اللعيبة اللي معاكوا في القطاع وبتلعب موجودة معاكوا في القطاع وبتبدأ تاخد فرصة مع الدرجة الأولى، طبعا بتحسسك برضو زي ما قلت لحضرتك إن هي مش بعيدة يعني، اللي هو الدنيا قريبة. أنت بس دوس شوية وهما إن شاء الله يعني كلها توفيق، وإن شاء الله فوق تطلع فوق يعني وتلعب. مين مثلك الأعلى اللي أنت بتتمنى تبقى زيه؟
في مصر كابتن حسام غالي طبعا، اه فايتر ولاعب كوره عنده الاثنين. ومين مين بيلعب دلوقتي؟ دلوقتي كابتن عمرو السوليه. عمرو السوليه. وبره مودريتش. مودريتش. طب قول لي بقى قصه الشعر اللي انت عاملها دي بقى. هي صدفه والله، عشان انا بحب ارسنال والنني برضه. يعني جاي عشان النني. هي صدفه مش النني بس، طبعا ده فخر يعني، بس هي الاثنين ارسنال والنني يعني. يعني حابب زي ما انت مميز في الكوره ما شاء الله في البساط والاسيستات برضو، عايز يبقى حاجه ملفته للنظر يعني. شفت النني لما جه للنادي الاهلي؟ كنت موجود في اليوم ده؟ لا كان ساعتها عندنا اجازه. كنت اجازه في التمرين. شاف رحله يعني نجومنا الكبار، واحد زي محمد صلاح، واحد زي النني، واحد زي تريزيجيه، شاف النجوم الكبار دول ازاي وهم ابتدوا هنا في قطاعات الناشئين في مصر؟ هما ابتدوا الاول في المقاولين وبعدها راحوا بازل، فطبعا حاجه وتريزيجيه ابتدى في النادي الاهلي. ايوه طبعا حاجه طبعا بتبقى ان هم عندهم قوه استحمال اللغه، بيتعلموا حاجات جديده، اللي انت الغربه بقى عندك طبعا منتاليتي قويه جدا ان انت تفضل بره كذا سنه كده وبنفس المستوى بنفس الاداء. طبعا كابتن محمد صلاح يعني ما شاء الله عليه كسر محطم كل الارقام القياسيه في الدوري الانجليزي، فيعني حاجه اظن صعبه جدا يعني، بس ان شاء الله نحققها يعني. ان شاء الله. امنيتك ايه اخيرا يا كباكا مع النادي الاهلي بقى؟ طبعا نفسي اطلع الدرجه الاولى في اسرع وقت، ونفسي احقق معاهم بطولات يعني كتير جدا، نفسي احقق بطوله الاهلي عمره ما خدها يعني، كاس العالم للانديه. نفسك في كاس العالم للانديه؟ ان شاء الله ان شاء الله تطلع الدرجه الاولى ان شاء الله. وتحقق كل البطولات، دوري وكاس وافريقيا وكل والسوبر وكل البطولات، وكمان تحقق البطوله اللي لسه النادي الاهلي ما حققهاش، هي بطوله كاس العالم للانديه ان باذن شاء الله. الله نتمنى لك كل التوفيق يا كباكا، وان شاء الله الحلقه الجايه بقى واحنا بنستضيفك تكون بقى ان شاء الله يعني لعيب في الدرجه الاولى في الفريق الاول مع النادي الاهلي، خلاص بتلعب المباريات كلها بصفه رسميه ومحقق كل البطولات باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، مبسوط جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده. واحنا سعداء بيك ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، نتمنى كل التوفيق لكباكا، واحد من العناصر المميزه في قطاع الناشئين، واحنا دايما يعني بقول لحضراتكم دايما بنراهن على لعيبه، هو واحد من اللعيبه اللي احنا بنراهن عليها ان شاء الله هتشوفوه حاجه مبشره وحاجه مفرحه ان شاء الله للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه لما ياخد فرصه. بكره ان شاء الله عندنا مباراه امام الاسماعيلي، زي ما قلت لحضراتكم في بدايه حلقتنا الهدف واحد، هو ازاي خلال الفتره القادمه من خلال السبع مباريات ال 21 بطل ازاي ناخد الثمان نقاط. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، والبدايه تكون ان شاء الله امام الاسماعيلي بكره مباراه صعبه ومباراه مهمه، كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي فيها، وكل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي. دلوقتي بيقولوا لي الدقيقه 65 وما زال منتخب مصر الاولمبي كسبان او فاز بنتيجه 1-0. نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الاشبال.